وسهلا بيكم في قناة طوري موهبتك مع هبة. لو أول مرة تدخلوا القناة يسعدني جدا إن انتوا تنضموا لينا. هنتعلم مع بعض إزاي نعمل الكردون أو حبل اللاسيه الروماني. ده مش مقتصر بس على شغل اللاسيه اللي احنا شغالين فيه، بس هنستخدمه كأساور جميلة. هقولكم الشغل هنعمله إزاي، ممكن نطرز بيه ملابس. عموما احنا نتعلمه ونشوف هنستخدم فيه ايه. ده شريط ستان هنبدأ بيه بس عشان الغرزة تبقى واضحة. اكننا طبعا انتي بتتحكمي في زي ما انتوا شايفين، هو عريض وفي اعرض وفي ارفع. ده على حسب نوع الابرة، تبقى رفيعة والخيط رفيع لو انتي عايزاه رفيع. هنبدأ. بصوا انا كل واحد ليه طريقته في العقدة. انا بمسك الخيط كده ثابت، بلف الابرة وبمسك العقدة كده من هنا وبلف سلسلة واحدة، يعني اتنين، يعني انا بعمل سلسلتين فقط لا غير. وانا معايا واحدة اتنين، ودي العقدة اللي هي بتاعت البداية. اول سلسلة انا بدأت بيها هدخل فيها الإبرة أو السنارة زي ما انتوا بتسموها، وهعمل غرزة الحشو. خلاص كده أنا عملت غرزة الحشو. كل شغلي هيبقى على يمين الإبرة أو يميني. بمعنى إيه؟ أنا هنا هوت هلف دي كده، ده اليمين أو ده الجزء اللي ورا الإبرة على طول. أنا هلف الجزء ده، فما باجي ادخل الابرة عندي بلاقي في واحدة او في زي سلسلة كده هو بدخل فيها واحدة بس على ايدي اليمين او فتحة واحدة. هعمل ايه؟ هلف لفة وبعدين اخد الغرزة بتاعتي. لكن هنا في الصف التاني هنلاقي معانا، طبعا احنا لو لفيناها كده ودخلنا بالإبرة هنلاقي معانا اتنين زائد اللي هي الإضافية، يعني زائد السلسلة الأساسية فيها اتنين، فاحنا معانا تلاتة. اهي هنروح لفينها لفة وداخلين باتنين فقط، وبعدين داخلين باتنين كمان. الغرزة هتبان اما بنطلع كذا صف. كل شغلنا بس هنلف كده بالطريقة دي. هندخل هنلاقي برضو اتنين من البداية للنهاية، هتلاقي عندك يبقى الأساسية وادي اتنين اهم. نعملها تاني. انا لو لفتها كده هنلف طبعا عشان دي اليمين بتاعتنا، يجي تلاتة اهم. انا بدخل في اتنين وبعدين داخلة في اتنين كمان. Thank you.
احنا هنكمل كده على طول وهيدينا الشكل ده زي ما انتم شايفين، شكل جميل جدا هنستغله في كذا حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو في اي ملاحظة حابين تقولها لي يا ريت تكتبوها لي في التعليقات. مع السلامة.